بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله نستعين. مشاهدينا متابعينا الكرام، نجدد لكم التحية واللقاء مع انطلاقة الشوط الحادي عشر الخاصة بفئة الإبكار الإجذاع من مسافة 6 كيلومترات هي مسافة هذا الشوط. نتابع هنا هذه التحديات وهذه الأسماء التي توافدت هنا في ميدان التحدي في ميدان الشحانية في هذا المهرجان الكبير، مهرجان المؤسس طيب الله ثراه. أسير مباشرة إلى مقدمة الشوط وإلى الصدارة وإلى المركز الأول وأتابع هنالك الأسماء التي تتواجد على الصدارة والمركز الأول. هنالك الدوحة أم أفراح للسيد زيد بن مبارك بن زيد المري يتواجد على الصدارة والمركز الأول. ننتقل مباشرة إلى ثاني التحديات وهنالك الشايبة محمد بن ملحان بن راشد بن حبيبة المري يتواجد على مستوى المركز الثاني. المركز الثالث هادي ميراج للسيد سالم بن علي بن بريك آلف هيده المري على المركز الثالث. المركز الرابع من الجانب الأيمن هنالك التواجد والحضور والانطلاق المميز والجميل. مشاهدينا متابعينا الكرام، هنالك مياسة فاران بن محمد بن حمد بن قريع المري والمركز الخامس. ختام هذه الجولة هنالك غنايم محمد بن عبيد الضبيعة الاكتبي يتواجد على المركز الخامس. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام للخمسة المراكز الأولى. نعود بحضراتكم إلى مقدمة الشوط وإلى الانطلاق الأول. أفراح تتواجد على الصدارة الباحثة عن الناموس الباحثة عن الفوز والانتصار. مقدم أفراح زيد بن مبارك بن زيد المري من يتواجد في قمة التحديات وفي الانطلاق والاندفاع الأول. ننتقل مباشرة إلى المركز الثاني وأتابع الشايبة مع بن حبيبة محمد بن ملحان بن راشد المري يتواجد على مستوى المركز الثاني. المركز الثالث هنالك مياسة فاران بن محمد بن حمد بن قريع المري بينما المركز الرابع رابع التحديات وصلت شواهين ومرحبا بقدوم شواهين محمد بن الدحبة بن قنازل بن حمرور العامري من يواصل التحديات ويكمل المسار على مستوى المركز الرابع. خامس التحديات ميراج لسيد سالم بن علي بن بريك الف هيده المري من يتواجد على مستوى المركز الخامس. ولكن من تسللت الان من تقدمت غنايم محمد بن عبيد بن ضبيعة الاكتبي يتسلل إلى المركز الخامس. خمسة نجوم خمسة عمالقة وأسماء مميزة تتواجد في مسيرة ندائنا الثاني لمسيرة هذا الشوط في شوط الإبكار الإجذاع. يا سلام. نعود بحضراتكم إلى المقدمة وإلى أفراح. أفراح المنطلقة على الصدارة والمنطلقة على المقدمة. مقدم أفراح زيد بن مبارك بن زيد المري يا سلام يا المري. القيادة سليمة القيادة موفقة على الصدارة. المركز الثاني من بدأ يغير بهذه اللحظات. الله الله وصلت الآن وتقدمت هذه اللحظات بقنيم صالح بن محمد بن طالب بن عقيل النابت وصل البرنس في هذه اللحظات على المركز الثاني. المركز الثالث الشايبة لسيد محمد بن ملحان بن راشد بن حبيبة المري يتواجد في قمة التحديات على المركز الثالث. من انضمت إلى ميراج سالم بن علي بن بريك آلف هيده المري يتسلل للمركز الثالث. المركز الرابع وصلت الآن غنايم محمد بن عبيد بالضبيعة أهل اكتبي على المركز الرابع. وخامس التحديات من الجانب الأيمن مياسة فاران بن محمد بن حمد بن قريع المري يأتي على المركز الخامس. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الأعزاء للخمسة المراكز الأولى والخمسة الأسماء التي تأتي معنا في صدارة هذا الشوط. نعود بحضراتكم إلى المقدمة وإلى الصدارة وإلى التحديات وإلى التغيرات التي طرت وجرت على الصدارة. ميراج تحمل الرقم واحد تحتل المركز الأول. سالم بن علي بن بريك ألف هيدا المري يمني النفس بأن ينتزع هذا الناموس المميز المركز الثاني. ثاني التحديات يا سلام الوصول هنا والاندفاع بقنين من الجانب الأيمن. وأيضا هنا من تقدمت في هذه اللحظات وصلت الآن غنايم
القيم محمد بن عبيد الضبيعة الاكتبي يتواجد على المركز الثاني. المركز الثالث هذه بقنيم صالح بن محمد بن طالب بن عقيل آل نابت، ولكن غيرت الآن، انطلقت بقنيم إلى المركز الأول، إلى الصدارة، إلى الاندفاع الجميل والمميز. يا سلام بقنيم وشعار البرنس، شعار بن نابت على المركز الأول. المركز الثاني بالضبيعة يتواجد، المركز الثالث هنالك شواهين محمد بن الدحبة بن قناصل بن حمرور العامري، بينما المركز الرابع أتابع هنالك غنايم محمد بن عبيد بالضبيعة آل اكتبي، ولكن حماية، يا مرحبا بحماية ويا مرحبا بشعارها عبد الله بن حمودة بن تركي آل اكتبي يغير الصدارة. يفاجئنا مع هذا الانطلاق الجميل، يستلم القيادة على صدارة هذا الشوط. المركز الثاني بقنيم على ثاني، التحديات صالح بن محمد بن طالب بن عقيل المري. المركز الثالث هنالك بن حمرور، بين مرابع التحديات وصلت حلوة، حلوة يا بن نعيم سالم بن علي بن عبد الله بن نعيم العامري. وخامس التحديات الذيبة حمد بن قشاط بن سعيد بن مفتاح الشامسي يتواجد على مستوى المركز الخامس. أعود إلى مقدمة الشوط، أعود إلى الصدارة، كيلو ونصف الكيلو ما تبقى عن الناموس، ما تبقى عن خط النهاية. الأسماء بدأت تتنافس، بدأت تتصارع من أجل هذا الفوز والانتصار. الله يا حماية، حماية على المركز الأول، حماية للسيد عبد الله بن حمودة بن تركي بن غاشم الاكتبي، يقدم لنا حماية، حماية، حماية النواميس، حماية المركز الأول. ولكن بن عقيل يقدم لنا بقنيم، شعار كبير ومميز. الله الله، انطلقت بقنيم، بقنيم على المركز الأول، وصالح بن محمد بن طالب بن عقيل النابت شعار البرنس. المركز الثاني هنالك حماية للسيد عبد الله بن حمودة بن تركي بن غاشم الاكتبي. المركز الثالث من وصلت الان، من تكمل التحديات والمسار، هنالك حلوة سالم بن علي بن عبد الله بن نعيف العامري. المركز الخامس الوصول هنالك من الشعارات المميزة، يا سلام. ولكن اعود الى مقدمة الشوط، 700 متر الاخيرة ام 800 متر، بقنيم، بقنيم، حماية، حماية، وبقنيم، بقنيم وحماية وحلوة قادمة. يا سلام، بدأت التحديات، بدأت الإثارة، بدأت المتعة مع الأبكار الإذاع. يا سلام، بقنيم، بقنيم على المركز الأول، حماية حلوة قادمة على المركز الثالث. وأيضا هنالك الواصلة زيدانة خليفة بن سالم بن محمد بالضبيعة الاكتبي، ولكن أبقى مع الثلاثة الأسماء الأولى، الثلاثة المراكز، الثلاثة الشعارات العملاقة والمميزة. غيرت حلوة، حلوة يا بن نعيف، حلوة يا بن نعيف، بن نعيف يقدم لنا حلوة في الأمتار الأخيرة، في الأمتار المجنونة. سلامي على حلوة سالم بن علي بن عبد الله بن نعيف العامري. سلاماتنا إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الغربية، 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 تشبعت من النواميس، تشبعت من الفوز والانتصار. سلام يا الغربية، سلام، وسلام لما مالك حلوة سالم بن علي بن عبد الله بن نعيف العامري. المركز الثاني حماية عبد الله بن حمودة بن تركي بن غاشم آل اكتبي. المركز الثالث وصلت انذار حمد بن جعفر بن سهيل بن مرخان، بينما المركز الرابع وصلت بقنيم صالح بن محمد بن طالب بن عقيل النابت. المركز الخامس وصلت شواهين محمد بن الدحبة بن قرازل بن حمرور العامري. هكذا مشاهدينا ومتابعينا الكرام، بن نعيف قدم لنا حلوة بهذا الأداء الجميل، وأهدى هذا السلام إلى أبناء دولة الإمارات العربية المتحدة وبالأخص إلى الغربية. التوقيت الزمني لحلوة السيد سالم بن علي بن عبد الله بن نعيف العامري 9:26.51 تهانينا والناموس. المركز الثاني التوقيت 9:27.78 صاحب المركز الثاني. وصلت على ثاني المراكز حماية عبد الله بن حمودة بن تركي بن غاشم الاكتبي، بينما المركز الثالث 9:00
28 ثانية، 21 جزءا من الثاني. صاحب المركز الثالث وصلت على ثالث التحديات. صاحبة المركز الثالث انذار حمد بن جعفر بن سهيل بن مرخان الاكتبي.